السلام عليكم خوتي، معكم ميلو تي بي كما العادة. خوتي ان شاء الله تكونوا في احسن حال ان شاء الله. خوتي درت لكم هذا الفيديو، هذا سبيسيال للحباب، الناس اللي نحبهم. خوتي موضوع هذا الفيديو خوتي هو نقص عدد ساعات في اليوتيوب. ما هو السبب وما هو الحل؟ تبعوا معايا خوتي الفيديو حتى الاخر وبارطاجيو خوتي، بارطاجيو، ما راكوش تبارطاجيو خوتي، اقسم بالله ما راكو تبارطاجيو. صح اخوتي، نقص، علاش تنقص لنا السوايع من اليوتيوب خوتي؟ قلنا شحال من خطره باللي حذاري حذاري اليوتيوب، اليوتيوب خوتي ما يلعبش. بالنسبه للفيديوهات، الفيديوهات كي تعما مثلا راك درت فيديو، راك صورت فيديو، درته فيديو خاص في القناة نتاعك، خاص مشى الإحصائيات نتاع اليوتيوب، راك تستنى، راك راهم راك لونسيته في اليوتيوب، راك تستنى واش زاد لك السوايع ولا ما زاد لك السوايع. ما يزيدولكش السوايع، تحذف ساعات نتاع الفيديو المدرج، الفيديو الخاص، الفيديو الخاص لا تحتسب الساعات نتاعه خوتي. هذه حاجه الاولى. حاجه ثانيه، الفيديوهات المدرجه اللي دايره انت، فيديو مدرجه كذلك لا تحتسب الساعات. هذه حاجه ثانيه. الحاجه الثالثه خوتي هي الفيديوهات المحذوفه، يعني راك لونسيت، زعما راك لونسيت فيديو في القناه نتاعك، راها تفرجوه كازو 5 جور، من بعد خوتي دار عليك الحال حذفته، هذاك الحذف نهائيا. سوايعه لا تحتسب، ساعات نتاع هذاك الفيديو خوتي تحذف نهائيا. فهمتوني خوتي؟ قلنا الفيديوهات الخاصه، الفيديوهات المدرجه، والفيديوهات المحذوفه لا تحسب الساعات نتاع هاد اللي قلناهم خوتي. اليوتيوب واش هي؟ اليوتيوب اللي يقبل لك الفيديو نتاعك، يقبل لك الفيديو نتاعك وما ينحي لكش السوايع خوتي، ما ينحي لكش السوايع، تديهم نيشان، هما الفيديوهات العلانيه. الفيديو ديره فيديو علاني، راك شفتو في الخانه تما كي تيليشارجي فيديو، راهي تيليشارجا ميم طو، راهي اليوتيوب راهي يحلل في، راهي فلتري في الفيديو واش في حقوق طبع ونشر، يعدل الصوت، يعدل، تحطه، غادي تحطه علاني بيبليك خوتي، غادي تلونسيه، غادي تفرجوه، غادي تحط يروح في الاحصائيات. عس روحك خويا، غادي تجبر سوايعك، زاد لك 7 سوايع، زاد لك 8 سوايع، زاد لك 5 سوايع خوتي اللي كتبه الله. اليوتيوب ما ينح يزيد لك السوايع في الفيديوهات العلانية فقط، الفيديو خصه يكون علاني فقط. هادو هما الأسباب اللي الساعات نتاعك تحذف. فهمتوا خوتي؟ نعاود نقول لكم خوتي، ما فيها والو. الساعات التي تحذف من اليوتيوب هي في الفيديوهات قلنا الخاصة، الفيديوهات المدرجة، والفيديوهات المحذوفة. ما تسنى والو ما عند اليوتيوب خويا، اليوتيوب ما يديلكش، والله ما يديلك حقك، واليوتيوب ما يحذفلكش قناتك اذا ما كنت داير مخالفات وكثرت من المخالفات خوتي. ما هي الحلول؟ كاين حل واحد فقط خوتي، الحل هو الحل باش تهضر على سوايعك وتريكلامي على سوايعك. واش غادي دير باش تتكلم عن الساعات الضائعة في قناتك؟ تروح مساعدة، تروح لمكان التعليقات، تبع التعليق لليوتيوب. وش تقول لهم في التعليق؟ تقول لهم مرحبا فريق اليوتيوب، تكتب الموضوع، تقول لهم نقصوني سوايع، نقص ساعات في قناتي، وتحدد لهم المكان، السبب، لو موتيف
علاش مشاو لك الساعات، ما هو الفيديو، ما هو محتوى تاعه، واش كان علني ولا خاص ولا مدرج ولا كان كنت دايره ومحذوف. فهمتوا اخوتي؟ ان شاء الله تكونوا فهمتوا هذا الموضوع اخوتي، وماذا بكم تبارطاجيو وقولوا لي اخوتي في التعليق واش رايكم في هذا الفيديو، باش خطوة اخرى ان شاء الله نزيد ندير لكم فيديوهات كيما هذه ونزيد نفهم اخوتي. والى الملتقى ان شاء الله، وميلود تي في يحبكم ولايك.